خيم الحزن على العالم العربي، فقدنا اليوم أحد أعمدة الأدب العربي الذي أثر المكتبة العربية بأعماله الرائعة، فجعنا برحيل قامة أدبية شامخة إلياس خوري الذي كان رمزاً من رموز الأدب العربي المعاصر، وترك بصمة لا تمحى في عالم الأدب، الاسم اللي ارتبط بالإبداع والأدب الملتزم. خوري لم يكن مجرد كاتب، بل كان مفكراً ومبدعاً، استطاع أن يعبر عن هموم وآمال الشعوب العربية من خلال كلماته. إلياس خوري ترك لنا إرث أدبي عظيم وسيظل خالد في ذاكرة الزمن. أعماله الأدبية كانت مرآة تعكس واقع المجتمع العربي وتطرح قضاياه بجرأة وصدق. رحل خوري، لكن حروفه ستبقى خالدة، ستبقى تلهم الأجيال القادمة وتنير دروب الإبداع. ستظل كتبه مرجعاً لكل من يبحث عن الفهم العميق للواقع العربي، وستظل كلماته نبراساً يهتدي به كل من يسعى للإبداع والتغيير. إلياس خوري لم يكن مجرد كاتب، بل كان صوتاً للحق والحرية، وكان دائماً يسعى لنقل الحقيقة من خلال أعماله. ستظل ذكراه حية في قلوبنا، وستظل كلماته تردد في أذهاننا، تلهمنا وتدفعنا نحو الأفضل. في رحيله نودع قامة أدبية شامخة، لكننا نحتفظ بإرثه الأدبي الذي سيظل ينبض بالحياة. إلياس خوري، ستظل كلماتك خالدة، وستظل تلهم الأجيال القادمة، وتضيء دروب الإبداع والتغيير. في عام 1948، ولد إلياس خوري في بيروت، مدينة الأدب والثقافة. كانت بيروت في ذلك الوقت مركزاً حيوياً للحركة الأدبية والفكرية، حيث تلاقت الثقافات والأفكار من مختلف أنحاء العالم العربي. نشأ في بيئة تحترم العلم والمعرفة، ودرس الفلسفة في الجامعة اللبنانية. كانت الجامعة اللبنانية في ذلك الوقت منارة للعلم والتفكير النقدي، حيث تخرج منها العديد من الأدباء والمفكرين الذين أثروا الساحة الثقافية العربية. وكانت دي بداية رحلته مع الكلمة والفكر، حيث بدأ يكتب مقالات وقصص قصيرة تعبر عن رؤيته للعالم من حوله. تأثر خوري بالعديد من الأدباء الكبار مثل جبران خليل جبران وميخائيل نعيمة، مما ساهم في تشكيل أسلوبه الأدبي الفريد، لينطلق بعدها ليصبح واحداً من أهم كتاب الرواية العربية. لم تكن رحلته سهلة، فقد واجه العديد من التحديات والصعوبات، لكن إصراره وشغفه بالأدب جعلاه يتغلب على كل العقبات. كتب خوري العديد من الروايات التي تناولت قضايا اجتماعية وسياسية هامة، مما جعله صوتاً مؤثراً في الأدب العربي المعاصر. من خلال أعماله استطاع أن يعبر عن هموم وآمال جيله، وأن يترك بصمة لا تمحى في تاريخ الأدب العربي. قدم إلياس خوري مجموعة من الروايات المميزة، أعمال خالدة أثرت المكتبة العربية، من بينها رواية باب الشمس اللي ترجمت للغات كتير، ورواية أولاد الغيتو كمان كانت علامة فارقة في مسيرته، وتناول فيها قضايا الهوية والذاكرة. إلياس خوري الكاتب اللبناني البارز استطاع من خلال أعماله أن يسلط الضوء على قضايا إنسانية واجتماعية عميقة. باب الشمس التي ترجمت إلى العديد من اللغات ليست مجرد رواية، بل هي ملحمة إنسانية تتناول قصة النكبة الفلسطينية من خلال عيون شخصياتها المتعددة. الرواية تأخذ القارئ في رحلة عبر الزمن والمكان لتروي حكايات الحب والفقدان والصمود. أما أولاد الغيتو فهي رواية أخرى لا تقل أهمية، حيث يغوص خوري في أعماق الهوية الفلسطينية، مستعرضاً حياة الفلسطينيين في مخيمات اللجوء. الرواية تتناول موضوعات الهوية والذاكرة بأسلوب سردي مميز، مما يجعلها واحدة من أبرز أعماله. من خلال هذه الروايات يعكس خوري تجاربه الشخصية ورؤيته للعالم، مما يجعل أعماله قريبة من قلوب القراء. إن تأثيره على الأدب العربي لا يمكن إنكاره، حيث استطاع أن يخلق عالماً أدبياً غنياً ومعقداً يعبر عن آلام وآمال الشعوب العربية. إلياس خوري ليس مجرد كاتب، بل هو صوت للذين لا صوت لهم، ومرآة تعكس واقعاً مريراً وأحلاماً مؤجلة.
أعماله ستظل خالدة في ذاكرة الأدب العربي، تروي للأجيال القادمة قصاً لا تنسى. فلسطين كانت حاضرة بقوة في أدب إلياس خوري، دافع عن قضيتها العادلة من خلال كتاباته، وعبر عن معاناة الشعب الفلسطيني، وروى قصص التهجير واللجوء، وكان صوته مسموع في المحافل الدولية. عاصر إلياس خوري الحرب الأهلية اللبنانية، وتأثر بأحداثها الأليمة، وانعكست هذه المعاناة على كتاباته، فروى مآسي الحرب وويلاتها، ووصف مشاعر الخوف والقلق، وجسد معاناة الإنسان في ظل الصراعات. حصل إلياس خوري على العديد من الجوائز والتكريمات، نال جائزة غونكور الفرنسية المرموقة، وحصل كمان على جائزة القدس للثقافة والإبداع، وتم تكريمه في العديد من المحافل العربية والدولية. رحلة إلياس خوري، لكن إبداعه باقٍ، ترك لنا إرثاً أدبياً عظيماً، وستظل أعماله شاهدة على موهبته الفذة، وسيظل اسمه محفوراً في ذاكرة الأدب العربي للأجيال القادمة. ستبقى أعمال إلياس خوري منارة للأجيال القادمة، وهتفضل تلهم الكتاب والشعراء، وسيظل إرثه الأدبي شاهداً على قيمة الإبداع.